بإيقاف رواتب المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية جميعا وبدون تجزئة وتفصيل. قانون يبقى قانون، لا تتحرش به. هاي قوانين العدالة الانتقالية. هذا الطلب الأول. الطلب الثاني، أكو اعتصامات تذكروها صارت هنا ثلاث وصارت بها توصيات وطلعت، بس ما وقعها السيد عادل عبد المهدي، حولها على هاي الحكومة. فطلبنا المصادقة على التوصيات التي صدرت من الجلسة تقص الحقائق بكتاب رئاسة الوزراء المرقم 356 الصادر بتاريخ 9/10/2019 على أن يقوم بتوقيع هذه التوصيات. هاي اثنين. ثلاثة، إلغاء رواتب الأجهزة الطبيعية لسد العجز المالي في العراق وعدده 751. مطلب رئيسي ومهم من ذوي الشهداء ومنا ومن كل الشرفاء، إعدام كل الإرهابيين في زج الحوت اللي عددهم 6000 واللي يكلفون الدولة شهريا 600 مليون دولار، إعدامهم فورا لتوفير السيولة المالية. خمسة، تفعيل قانون المساءلة والعدالة. ماكو بعد، ما بيها مجال اشتغال البعث، ما اشتغال البعث، قانون المساءلة والعدالة يجرى على الجميع. من اللي كان موجود؟ كان مستشار رئيس الوزراء سيادة التميمي و مدير مكتبة القاضي رائد جلبي، وسلمت هذه المذكرة وهذه المطالب باليد، وكان الله في عوننا، وقلنا لهم سنستمر في الاعتصام وسنستمر في الإعلام. احنا ما انطينا مهله، احنا هم قالوا طلعت 72 ساعة، قلنا لهم لا احنا ما عندنا 72 ساعة. رفض الاستاذ يعقوب الاوسي، رفض الخبز شنو؟ بس احنا سعيد باشا وياهم ويستمر الاعتصام. ما زال الخبز حبيبي، ما زال الخبز ما تعرفه مين والله، ما تعرفه من مين؟ من مين؟ يعقوب الله بجوز 100 كرونه. لا لا بسم الله الرحمن الرحيم، لانه هو انسان يعقوب الله وجاد، والله ما حتى والله ما يرد، والله ما يرد. شيخنا نعم الصفحه الاستاذ يعقوب، شيخنا البحثيه جاي هاجمون. يلا اخوان اخوان نبقى للصبح. تعال تعال.